إذا تسمحوا لي نستغل المناسبة. إن نشكر إدارة جامعة النجاح الوطنية، هذا الصرح الوطني العالي اللي كلنا بنفتخر وبنعتز فيه، ممثلة بالأستاذ الدكتور والأخ الصديق ماهر النتشي، وإدارة فضائية النجاح ممثلة أيضا بالأخ والصديق غازي مرتجى، وطاقم العاملين في هذه المؤسسة العريقة، على هذه الفرصة اللي أتاحونا إياها لنشارككم هذه المناسبة العزيزة ومناسبة خاصة. قبل عام تقريبا كنت هون في جامعة النجاح وفي هذه الفضائية، واليوم نحن هنا، ولكن الفرق كبير. اللي شفناه اليوم شيء مفرح، اللي شفناه اليوم بيعكس انه احنا موجودين امام فضائية لا تقل اهمية عن افضل الفضائيات العربية، وهذا ليس من باب المجمل. هذا التنوع في الدورة البرامجية، هذا الاثراء في البرامج اللي بغطي جزء كبير من حياتنا الفلسطينية، مش من السهولة انه ينوضع على شاشة وعلى فضائية عمرها قصير جدا، عمرها الزمني اللي بقصده اللي هي اقل من سنة حقيقة الانطلاقة، رغم انه كانت موجودة قبل هذه الفترة. الفضائيات العربية الكبيرة اللي انتم بتشوفوها تشتغل 3 سنين تحت الهواء، لمعلوماتكم 3 سنين كاملات بيدفعوا معاشات وبيعملوا برامج ما بتنبغ علشان فقط يطلعوا على الهواء بلحظة معينة. أعتقد كل عمر الفضائية بيجيش 3 سنوات، اللي الآن عندها هذه الدورة المميزة اللي حقيقة إحنا بنفتخر باللي سمعناه واللي شفناه على صعيد المهني وعلى الصعيد الوطني أيضا، من حيث البرامج المنتقاة وطبيعة اختيارها اللي بتناسب كل أبناء شعبنا الفلسطيني. إحنا سعيدين جدا لوجودنا معكم، سعيدين باللي سمعناه واللي شفناه، وإحنا أيضا متفائلين خيرا في مستقبل هذه الفضائية اللي خلال السنة واحدة قفزت بهذه الطريقة وأنجزت كل هذه الإنجازات. أنا بقولكم إن شاء الله المستقبل سيكون لها، وهذه الفضائية راح تكون ركيزة أساسية من ركائز الإعلام الوطني الفلسطيني اللي إحنا بأمس الحاجة له، ليقدر يجابه كل سياسات الاحتلال ويقدر يوصل صورة وصوت شعبنا إلى كل مكان في العالم. إحنا شفنا مستوى راقي جدا، مستوى مهني، مستوى عالي. اسمحوا لي يمكن باسمكم جميعا حقيقة إني أشكر أخي غازي على هالجهد، وإحنا بنعرف إنه هذا موضوع بحاجة إلى جهد كبير، لأنه مش من السهولة إنه يتم إنجاز كل هذه البرامج المتنوعة في أقل من عام. هذا حقيقة بحاجة إلى جهد وإلى وقت كبير وإلى إمكانيات أيضا، ورغم معرفتي بأن الإمكانيات محدودة إلى أن هذا الإنجاز بهذه الإمكانيات المحدودة وبهذا الوقت المحدود والقصير حقيقة هو أشبه ما يكون بالمعجزة. بالتالي أنا بهنيكم على كل هذا الإنجاز، وهذا مش مجامل. إحنا لو شفنا شيء بحاجة إلى توجيه أو نبك كان حكينا فيه، ولكن اللي شفناه إشي مفخرة، ونتأمل مزيدا من التقدم والنجاح. بديش أطول عليكم، إحنا في مؤسسة الإعلام الرسمي الفلسطيني زي ما حكينا بالزيارة الأولى، زي ما حكينا لأستاذنا دكتور ماهر، من اللحظة الأولى نحن جاهزين لأن نكون شركاء لكل المؤسسات الإعلامية الوطنية الفلسطينية. إحنا عند كلامنا وإحنا ملتزمين بكل ما وعدنا فيه. شاشتنا مفتوحة للجميع، بإمكانكم تأخذوا اللي بدكم إياه. برامجنا متاحة لكم، وأرشيفنا متاح لكم، وكل ما نقدمه على شاشتنا هو متاح لكم. هذا حكينا من اللحظة الأولى، إحنا مش إعلام ربحي، ولا هدفنا إنه نحقق مصلحة معينة أو ربح معين أو إن نقدم خدمة لأي أجندة. إحنا أجندتنا وطنية وإعلامنا وطني وتكاملي مع هذه المؤسسات
اللي على رأسها حقيقة، واللي شايفين هذا التقدم السريع، فضائية النجاح الوطنية. منهنيكم مرة تانية على اللي شفناه، منهنيكم على هالإنجاز، ونتمنى لكم مستقبل يليق بهالجهد، يليق بهالمؤسسة، يليق بهالكادر وبهالقيادة الرائعة اللي فتحت لكم هذا المجال لتبدعوا فيه. واحنا بنقول لك دكتور، هذا الاستثمار مش خسارة، هذا الاستثمار اللي بالكادر واللي بالفضائية ثماره بينت، وهذه الثمار احنا كلنا شفناها ونفتخر فيها. وحقيقة انه هذا الاهتمام اكيد رح يكون مفيد لشعبنا ولقضيتنا اكثر مما نعتقد. واحنا جاهزين مش لنكون ايضا شركاء معكم فيما يتعلق بالشراكة البرامجية، احنا جاهزين لنكون شركاء في ابعد من ذلك. انا حكيت لاخي غازي اي انتاجات لكم، شفت الدوكومنتري وشفت عناوين مميزة وعناوين خاصة، ايضا احنا جاهزين نكون اكثر من شركاء معكم فيما يتعلق بالاستفادة من هذه البرامج والمساهمة في انتاجها والمساهمة في تغطية تكاليفها. شكرا لكم على هالفرصة وبعطيكم الف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الاخ دكتور احمد، سعادة الاخ دكتور محمود، ضيوفنا الكرام كلهم بلقبي، زملاتي وزملاء العاملين، الاخ غازي، انا بعتبر هذا اليوم يوم سعيد لمركز الاعلام ولجامعة النجاح، وفعلا بقدم شكري وتقديري لصديقي وايضا صديقي الدكتور احمد وصديقي الدكتور محمود على دعمهم وحضورهم لهذه المناسبة اللي احنا فعلا نعتز فيها، وهي اطلاق الدورة البرامجية الجديدة. زي ما تفضلت اخي احمد، يعني فعلا عمر الفضائية عمر قصير، يعني احنا بنحكي على تقريبا يعني فعليا حوالي 2.5 سنين، ولكن بجهود جميع العاملين في مركز الإعلام الفضائية والإدارة الحكيمة للأخ غازي، استطعنا إنه أن نصل إلى هذا المستوى اللي نفتخر فيه. وطبعا أيضا أنا دائما بشكر دعمكم المتواصل، وأذكر قبل عام يعني زي ما أنت تفضلت، يعني لما جيت زرتنا يعني قبل عام إحنا جينا زرناك، وفعلا نفس الكلام اللي تفضلت فيه حكيته من ناحية الدعم، إنه إحنا نعتبر حالنا مؤسسة واحدة واللي عنا عندكم، يعني هذه الكلمة فعلا بذكرها ودائما بشكركم عليها. إحنا هدفنا واحد، طبعا الإعلام الفلسطيني لازم تتضافر الجهود من أجل إنه إحنا قضيتنا نوصلها بالطريق الصحيح، وإن شاء الله بجهود الجميع اللي موجودين بهذه الغرفة وأيضا إخوتنا اللي بالخارج، إن شاء الله يعني هدفنا بتحقق. وبكرر شكري للأخ غازي وإلكم جميعا على جهودكم المشكورة، بارك الله فيكم. شكرا. يعني أنا باسمكم جميعا بشكر أستاذ أحمد عصاف، دكتور محمود، أستاذ الدكتور ماهر، أستاذ الدكتور ماهر وجميع الحضور كله باسمه ولقبه، على تشريفهم إلنا وحضورهم إلى المركز. تأخرنا على الدكتور محمود، بنعتذر أمام الجميع على التأخير اللي أخرنا إياه. الجهود هاي والبرامج اللي شفناها هاي بجهود الجميع، كل العاملين بالمركز بيشتغلوا 7 ساعات، بيشتغلوا 12 ساعة أو 13 ساعة وما يتطلب العمل. النقلة هاي كانت بجهود الجميع، بشكر الجميع، وإن شاء الله يعني نكون على حسن ظنكم، على حسن ظن الكلام الجميل اللي حكانا إياه الأستاذ أحمد عساف. يعني إحنا باسمكم كلكم كمان بنشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللي يعني فتحت كل أبوابها لنستفيد منها. وبالفعل يعني خلال المرحلة الماضية وخلال شهر رمضان يعني حصلنا على مواد، يعني في حال كنا فضائية بدنا نشتريهم وفرت علينا أموال كثيرة، وفرت علينا إنتاج كثير. بنشكرهم ونتمنى إنه نكون عند حسن ظنكم. شكرا.
فخور بأن يكون عندنا هذه المؤسسة التعليمية التي تعطي مجالاً أيضاً لتخريج طلبة ذوي خبرة، وهذا أمر أعتقد بأنه من خلال ما شاهدناه عبر الشاشة خلال جولتنا القصيرة جداً يعطينا مجال الحديث بأن وسائل الإعلام سواء كانت المرئي والمسموع والمكتوب قادرة على أن تختار كادر متميز نوعي يقدم برامج نوعية. آمل في دورتنا الجديدة الجهازي أن يكون هناك تنوع يخدم كل أطياف المجتمع الفلسطيني اللي هو حقيقة يعني يستحق منا كل الجهد وكل عمل متقن أمام ما يعانيه من ممارسات احتلال وأمام ما يعانيه من تعب متواصل. أعتقد أنه بحاجة إلى دورة تقدم له المعلومة وتقدم له الخبرة. الشيء الآخر اللي أنا حبيت أقول شكراً لفضائية النجاح على ما شاهدناه هو البرنامج الناطق باللغة الإنجليزية، واللي أنا بدي أدعوكم إلى تكثيف أكثر لبرامج ناطقة بلغات حية. إحنا يعني هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين، القدس التعليمية وغيرها من وسائل الإعلام المرئية تقدم العديد من البرامج وتغطي الكثير من القضايا اللي يحتاجها المواطن الفلسطيني، ولكن نادر ما عندنا برامج ناطقة بلغات أجنبية تنقل رسالتنا لرأي العامل عليه، وهذا ما نحتاجه. كل الشكر والتقدير لكم. أبو قيس سير بالك على الهواء خلينا ناخذ اقتصاد من هنا. لا شكرا.